جزاكم الله خيرا. السؤال الأخير يقول: هل السنة كلام لقد ذكرت أن كلام الله يفسر بعضه بعضا والسنة هي التي فسرت القرآن، هل السنة كلام الله أو كلام الرسول عليه الصلاة والسلام؟ السنة معناها من الله، وأما ألفاظها فهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. الحديث النبوي معناه من الله، وحي يوحى، وأما الألفاظ فهي من الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه الأحاديث النبوية. أما الأحاديث القدسية التي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه فهي من كلام الله عز وجل.